وصلت المحادثات الرامية إلى حل الأزمة التي نشبت في هندوراس بعد الانقلاب إلى طريق مسدود. ففي الوقت الذي قاوم فيه روبرتو ميتشيليتي الرئيس المؤقت للبلاد، قاوم ضغوطا دولية لإعادة الرئيس المخلوع مانويل سيلايا إلى السلطة، رفض مفوضون باسم سيلايا اقتراحا من ميتشيليتي بجعل المحكمة العليا تفصل في مسألة عودته إلى السلطة. ويأمل ميتشيليتي بالبقاء في قمة السلطة إلى أن يتم اختيار رئيس جديد في انتخابات تجرى في 29 من نوفمبر القادم.